أهلا بكم من جديد. ظروف متشابهة تجمع ويتي الشرقية بيتي الغربية. الاتفاق والاتحاد الحال من بعضه قبل مباراة اليوم وحيد المصري. بين جدة والدمام أكثر من 1300 كيلومتر من البحر الأحمر إلى الخليج العربي، وهي قصة مدينتين وفريقين كلاهما الإتي شرقي وغربي، اختلفا في عدة تفاصيل إلا أن مسيرة كليهما تقاطعت في أكثر من نقطة في الميدان وبعيدا عن الميدان. فارس الدهناء بلا أي فوز في آخر 7 مباريات له في مسابقة الدوري، أي منذ 19 من ديسمبر عندما احتفل بالانتصار على ضيفه الأهلي في الدمام، أتبعها بأربع خسائر وثلاث تعادلات، أي أن لاعبي غوران جمعوا في مرحلة الإياب 3 نقاط فقط. الاتحاد بدوره منذ 7 مباريات متتالية لم يفرح أنصاره بأي انتصار، أي منذ فوزه على ضيفه نجران في 14 من ديسمبر 5 تعادلات متتالية أتبعها بهزيمتين، والحصيلة 5 نقاط في مرحلة الإياب فقط. الاتفاق بدأ الموسم مع مدرب من القارة الأوروبية هو الألماني بوكير، 5 جولات بعدها حزم حقائبه، تولى البديل المؤقت الروماني تودور مباراتان قبل أن يتم التعاقد مع الصربي غوران، والذي قاد الفريق فنيا لأول مرة أمام الاتحاد بالذات في موقعة الذهاب نوفمبر الماضي. الاتحاد بدوره كان يسير بقيادة مدرب من القارة الأوروبية هو الإسباني بينات، 12 مباراة رحل بعدها، وتم تكليف مدرب مؤقت هو المصري عمرو أنور في 5 مناسبات قبل أن يأتي خوان فرساري من الأوروغواي ويتولى المهمة في آخر 3 مواجهات للنادي في دوري عبد اللطيف جميل. الاتفاق والاتحاد اشتركا هذا الموسم بمغادرة مسابقة كأس ولي العهد في دور 16، الاتفاق أمام الفتح والاتحاد أمام الخليج. الاتفاق يحافظ على عبد العزيز الدوسري كرئيس لمجلس الإدارة منذ عام 81، بينما مر على الاتحاد منذ تلك الفترة 18 رئيسا منتخبا ومكلفا، وثمانية رؤساء منهم منذ أن رحل منصور البلوي عن منصبه في 2007. فريق واحد من طرفي هذه المباراة سيحضر في منافسات أبطال القارة الصفراء نهاية الشهر الحالي. إتي الغربية يتواجد في آسيا، بينما الاتفاق يبقى منشغلا بالهم المحلي فقط. وحيد رزق المصري العربية. والله الاتحاد زي ما أقول لك ما يحتاج أي أحد، الاتحاد يعني ما يحتاج أي شيء، يعني سواء يعني لاعيبة الاتحاد ما شاء الله تبارك الله قاعدين يقدموا مستوى من أحسن لأحسن، يعني وإحنا دحين خشينا على بطولة آسيا كمان وكأس الملك. أتمنى إنه من اللعيبة يعرف إنه زي ما أنت شايف إنه الدوري راح علينا، عندنا بطولتين اللي هي آسيا وكأس الملك، نحاول نشتغل عليها أكثر وأكثر، نحاول إن نحقق لقب هذا الموسم إن شاء الله ونفرح الجمهور. والله ما شاء الله تبارك الله يعني مدرب عالمي أنا أشوفه، ومدرب إن شاء الله إنه يكون عند حسن ظن الجميع، يعني هو حيعمل وإحنا حنعمل إن شاء الله. دائما يقول لك اللعيبة هم اللي نجح المدرب، مو المدرب اللي نجح اللعيبة، لعيبة الاتحاد إن شاء الله إنهم يشتغلوا، لأنه المدرب يستاهل إن نجح، مدرب كويس ومدرب عالمي وجاء غير حاجات كثيرة في الفريق، وإن شاء الله إنه يستمر معانا على طول إن شاء الله. muy bien la verdad que me ha sorprendido uno por ahí. جدة كانت مفاجأة بالنسبة لي، ولم أملك صورة واضحة قبل قدومي، لكن بصراحة أسعدني ما رأيته. سمعت عن نادي الاتحاد قبل قدومي إلى السعودية، والذي كان يلقب بملك آسيا بحسب ما قرأته. أتأسف للخسارة أمام الأهلي في الديربي، لكن الجماهير كانت رائعة وأعاد لي ذكريات ما أراه في الأوروغواي وأمريكا الجنوبية من شغف الجماهير باللعبة. خلال الفترة الماضية حاولت متابعة عدة مباريات بالدوري السعودي، وعندما تلقيت عرضا للعب هنا من المدرب قمت بالحصول على نسخ لمباريات بالدوري السعودي. طريقة اللعب هنا سريعة جدا، ويجب أن تكون حذرا جدا عندما تمتلك الكرة في المباراة. خوان مانويل أوليفيرا لاعب الشباب السابق كان أحد الأشخاص الذي سعيت لنيل نصيحتهم قبل اللعب بالسعودية، وأخبرني بأن العادات والتقاليد قد تختلف، إلا أن الناس يتمتعون بالطيبة،
والظروف جيدة هنا وشجعني على الاحتراف في هذا البلد. ومن الخبر يلتحق بنا كابتن حمد الدبيخي اللاعب السابق. كابتن أهلا بك معنا، ماذا يمكن أن ننتظر من الإتي والإتي كابتن في مباراة كهذه؟ صباح الخير أخوي بتال السادة مشاهدي العربية. بالنسبة بس أبغى أبتدي من حيث التقرير ذكر أن الاتفاق في الدور الثاني جمع 3 نقاط، هو كانت في نهاية الدور الأول فاز على الأهلي، لكن في الدور الثاني لا الاتفاق ولا الاتحاد حققوا أي انتصار. نعم. فالفريقين في 7 جولات اللي ابتدوا فيها الدور الثاني مع الأسف ما ولا فريق فاز في أي مباراة. هذا العنصر الثاني أنهم كانوا يصارعون في الوسط، ليس لديهم منافسة في الأمام ولا خوف من الهبوط، بما يوحي أن اليوم إن شاء الله راح تكون مباراة أكثر إثارة لأن ما في ضغوط على الفريقين. أيضا تحدث عن الاستقرار في المدربين 3 لكلا الفريقين. نعم. لكن ما ذكر أنه تبع ذلك عدم الاستقرار أنه في اختلاف في التشكيل وفي الطريقة. فعطى عدم استقرار فني متكامل ليس على مستوى المدربين، أما الزموا أيضا بتشكيلة الفريقين وبطريقة لعب الفريقين. نعم. المهم جدا أيضا في الفريقين أخوي بتال. نعم. أن جودة اللاعبين غير موجودة. عشان كذا نتائج الفريقين كانت مخيبة للأمان. نعم كابتن فضل. كابتن يعني احنا امام خطر حقيقي على الفريقين من الهبوط، تتكلم عن المركز الاخير بين الاتحاد وثلاث نقاط بينه وبينه مركز قبل الاخير الاتفاق. نتكلم عن خطر حقيقي. لا بالنسبه كابتن؟ للهبوط لا في خطر، لان الفرق اللي تحتهم يعني أسوأ منهم في يعني لو نظرنا للأسوأ يعني ناخذ لفظ الأسوأ. نعم. فممكن لان احنا نعرف ان واحد بيهبط 2-1 اللي هو النهضة حظوظه صعبة جدا البقاء. فقبل الاتفاق والاتحاد في فرق 4 فرق ممكن 3 فرق يكون واحد منهم هو اللي أقرب للخطر. نعم لكن نقطيا الأمر قائم كابتن. نعم أنا قلت لك حتى في الدور الثاني ما فازوا ولا جمعوا أي يعني كله في التعادلين بس. طيب. الاتحاد 4 والاتفاق جمع في تعادلين. أنا أتفق معاك القلق الكبير إن الفريقين هذول الكبيرين ما أعطوا دفعة فنية للدوري. نتكلم عن الاتفاق وعن الاتحاد. صحيح. فهذا هو اللي كان نقطة القلق الوحيدة بالنسبة للشكل الفني للدوري. نعم. أما من حالة الهبوط أعتقد أنها بتكون بعيدة حتى لو كان النقاط قريبة. نعم كابتن شو المشكلة في الاتفاق؟ أنت مهتم بالشؤون الاتفاقية ولاعب سابق، يعني لاعب كابتن عنده لعيبة مطمع للأندية، حسن كادش اللي ظاهر معنا في الصورة، عكاش، تكلم عن حمد الحمد، تكلم عن محمد كانو، تكلم عن الزقعان، هم مطمع للأندية الكبيرة، يريدون هؤلاء اللاعبين، وهم في الاتفاق مع بعضهم الآن كابتن والأوضاع سيئة، مدرب جيد عنده نجاحات في المنطقة الخليجية بالذات ويفهم نفسية اللاعب الخليجي، شو اللي صاير بالضبط يا كابتن؟ وين الخلل؟ المشكلة أخوي بالتالي صعب أن تتحدث فيها في برنامج إخباري زي برنامجك، لكن كمفصلة أن المشكلة مش وليدة اليوم. المشكلة كم عدد المدربين واللاعبين الأجانب والمحليين اللي مروا على الاتفاق بس خلال 5 سنوات. نعم. يعني إذا قست هذا العدد وهذا المنظور كمعيار وحيد راح تلاحظ مشاكل كبيرة. أيضا تحدث عن ميزة اللاعبين ذول. أي لاعب يتميز يعني لازم أنت تدفع قيمته، انت ما عندك قيمة هذا اللاعبين فبالتالي لابد انهم يهاجرون الى من يدفع اكثر. نعم كابتن لكن مردودهم الفني داخل الملعب الان مرضي بالنسبة لك وهم مطمع الاندية؟ لا اذا تحدثت اخوي بتال عن 10% 3 لاعبين مميزين في الاتفاق السنة هذه. اللي هم كادش كظهير ايسر. نعم. وكنو. نعم. كمحور وصانع في الوسط والزقعان. يعني 3 أخوي بتال من أكثر 17 لاعب مثل الفريق بما فيهم اللاعبين الأجانب، طبعا صعب جدا أنك أنت تراهن على فريق في بس عدد 3 من اللاعبين اللي أعطوا بشكل جيد. نعم كابتن اجتماع أعضاء الشرف الأخير والمكافآت والحوافز التي قدمت في إجازة لو سمحت ممكن تكون دافع للاتفاقين في هذه المباراة ولا مو المشكلة مو فلوس المشكلة؟ لأن
لا أنا زي ما قلت لك ممكن تكون سلاح ذو حدين، ممكن تكون ضغوط لأنها جاءت الاجتماعات بعد نتائج متردية. والمفروض الاجتماعات تكون بشكل دوري، متابعة الفريق بشكل دوري، الاتفاق على أمور كثيرة بشكل دوري، يعني ما تكون اجتماع ضاع شرف كردة فعل لشيء سيء. نعم، شكرا جزيلا كابتن حمد الدبيخي الدولي السابق، شكرا على قراءتك للمباراة المنتظرة بين الاتفاق والاتحاد. صاروخ معاذ ربما يفجر أشياء كثيرة، ألقاكم. كل شيء انتهى ما عاد ينفعك العذر، انقف الباب المودة لا تحاول تفتحها. الباب المودة لا تحاول تفتحها.